محمد بن كردوس العامري. هكذا قضينا نداؤنا لشوطنا التاسع للبكار المحليات الأصايل بتعاون زملائي وإخواني المعلقين في سيارة النقل والتلفزيون في عاصمة الميادين. إذن يتواصل الزميل بن طويرش معلقا واصفا لمجريات هذا الشوط، فله الكلمة فليتفضل. مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أبو سعود. أيها الأخوة، على البركة والتوفيق. تنطلق هذه الأسماء في هذه الاندفاعة العاشرة الموفقة مباشرة إلى تعداد الأسماء مع المقدمة ملغوثة لفرج بن علي بن حمود الظاهري مع المركز الأول والصدارة، بينما بدوري أنتقل إلى المركز الثاني. تدخل وانتقاله مودع محمد بن سهيل بن دريلة العامري مع المركز الآن الثاني، وعلى المركز الثالث الوصول من الخزن لسعادة حميد بن سعيد النيادي مع المركز الآن الثالث، وعلى المركز الرابع. يا له من قدوم رائع ومميز، يا لها من لحظات جميلة مع الشاهنية علي بن سريم بن حمود الدرعي الواصل والمنطلق، والدخول ايضا من زمايم الله يا المحرمي لفرج بن سالم بن يحيى بن سالم المحرمي مع اسم زمايم مع المركز الان الخامس، وعلى المركز السادس ارى هذا الشعار الاخضر المتدخل الله الله الباحث ايضا عن الفوز وعن الانتصار. روح يا العامري روح. ها هنا الاسماء القويه الباحثه والمتحديه مع التحديات ومع القوة ومع الإثارة. الله 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 الله، أسماء كبيرة، أسماء رنانة، أسماء عملاقة تشاركنا، واشتعال مع شعلة. الله يا شعلة، هذه هي تصل بقوة وشعار بالقرين الواصل والمنطلق مع شعلة اللي بدت تنتقل من مركز إلى مركز، بينما الدخول من الزاوية الأخرى وهذا الشعار الأخضر الشعار ضيوفنا الكرام لفهد بن عبد الهادي بن سعيد بن ذروة البريدي المري الواصل والمنطلق مع التحية الكبيرة، وضيوفنا الكرام أهالي ميدان الشحانية الحاضرين المشاركين أبطالا في كل ميدان أينما يشاركون، بينما الدخول من الزاوية الأخرى وهذا الشعار القادم المنطلق والباحث أيضا عن الناموس منصور بن محمد بن كردوس العامري مع اسم دماك الواصلة والمنطلقة. الله 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 الله، بينما الوصول بينما التدخل من زعفرانة أحمد بن سعيد بن حلي بن علي بن حلوة وكذلك غزوة لحمدان بن حميد بن هلال العسكري يحب ضيوفنا الكرام أبناء السلطنة، والدخول من ضمن هذه الأسماء الذيبة عابر بخلفان الهاملي مع اسم الذيبة على المركز الآن العاشر. هذا هو النداء الأول. مشاهدينا متابعينا الأعزاء على الهواء مباشرة عبر القنوات ناقلة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول وإلى اسم الخزنة، إلى اسم الخزنة ما شاء الله. ولكن التدخل، ولكن التدخل من شعار بالقرين، بدأ يتدخل شعلة محمد بن حماد بالقرين العامري مع المركز الأول. المركز الثاني الخزنة واصلة بكل قوة الخزنة لسعادة حميد بن سعيد النيادي على المركز الآن الثاني، وعلى المركز الثالث هنالك من الجهة الأخرى ملغوثة لسعادة فرج بن علي بن حمودة الظاهري مع المركز الثالث، وعلى المركز الرابع حكمة والخير فيما يحكمه الله لنا. حكمة 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 قادمة بكل قوة فهد بن عبد الهادي بن ذروة البريدي مع المركز الآن الرابع، بدأت تتدخل والدخولات القوية من الزاوية الأخرى، والدخول من دماك لمنصور بن محمد بن كردوس العامري وصولها وانتقالتها رائعة ومميزة، وأرى شعار كذلك قادم الذيب محمد بن صالح بن نصرة العامري وأسماء
أول إذاعة تدخل إلى عالم الإذاعة، إنها هوايل. هوايل يا هوايل، روح يا برصاص سالم، بالرصاص بسالم العامري مع هوايل. وكذلك الدخول الرائع والمميز الشهنية ثنيان بالرصد بن ثنيان الدوسري، حظ ضيوفنا أبناء المملكة العربية السعودية. ووادي الدواسر يرحب، وادي الدواسر يرفرف ويغرد ويتابع إنجازاتك أيها الدوسري. أعود إلى المقدمة، أعود إلى المقدمة، أعود. الله 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 الله، ارصد لي المركز الأول والانطلاقة السريعة والرائعة من هزر، والأسماء الكبيرة والأسماء الخيرية والأسماء الرنانة. شوفوا 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 هزر، هزر على مقدمة الشوط، والانتقال رائعة ومميز. عبد الله بسعيد عبد الله العامري مع المركز الأول ومع الانطلاقة الرائعة والمميزة. المركز الثاني الشاهنية علي بن سليم العامري الواصل والمنطلقة والدرعي، علي بن سليم بن حمود بن سليم الدرعي الواصل مع الشاهنية، وأسماء كبيرة واصلة. والله يا الدوسري الله. المركز الثالث وبالنصر مع المركز الرابع، وفي المركز الخامس هنالك البريدي مع المركز الخامس والزاوية الأخرى من كردوس مع الزاوية الصعبة والزاوية اليمنى، والقدوم الرائع والمميز من قبل أرجوان لا خليفة بن أحمد بخميس الخيالي. أول دخول لأرجوان إلى عالم الإذاعة، وكذلك الوصول من البارقة حمد بن سعيد بن الحطم العامري. هذه السريعة المنطلقة، أعود إلى المقدمة، أعود إلى المركز الأول. والشاهنية الثنيان بالرصد بن ثنيان الدوسري مع المركز الأول ومع الصدارة، والقدوم الرائع والمميز من قبل شي أيتها الهزر، ما تخيب الهزر، هزر مع المركز الثاني. الله عبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري القادم والمنطلق. وفي المركز الثاني القدوم الكبير والرائع والمميز، إنها أرجوان خليفة بن أحمد الخيالي مع أرجوان، والدخول الرائع والمميز من البارقة حمد بسعيد بالحطم العامري. العامري يا بالحطم يا بالحطم، 500 متر النهائية، ولكن 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 أهالي الخرج، أهالي وادي الدواسر، أهالي حرض يحيونك يا الدوسري، يحيونك يا الدوسري، وتنقل لهم السلامات، تنقل لهم السلامات. إن لم يكن هنالك لبالحطم راي آخر، ولكن بنقول سلام إلى المملكة، سلام يا أيها الأشقاء، وصباح الخير يا وادي الدواسر، صباح الخير مع هذا الإنجاز المشرف، صباح الخير. عز الله أنك رحت وجبت العلوم الغانمة. هذه هي اللحظات السعيدة مع الشاهنية ثنيان بالرصد بن ثنيان الدوسري، وهذه السبوق ما شاء الله. المركز الثاني قدومها رائع، ما يهاب مبارك بن راشد بالجافلة الحميري. وفي المركز الثالث البارق لحمد بن سعيد بالحطم، وفي المركز الرابع كان الدخول، الدخول الرائع والمميز من هزر عبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري. وفي المركز الخامس كان دخولا مميزا كذلك من نيران نايف بن عبد الله بن علي الفهيد المري. ما شاء الله، التحدي والإثارة، والدوسري قائدا بطلا مع الشاهنية مع هذا الشوط الرائع والمميز. ثنيان بالرسل بثنيان الدوسري. والتوقيت الزمني مشاهدينا الأعزاء 7:41، 8 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لك على هذا الفوز المستحق، المركز الثاني ما يهابه. الحقيقة انها ما شاء الله قادمة بقوة. تهنئة للسيد مبارك بن راشد بن مبارك بالجافلة الحميري. المركز والتوقيت الثاني 7:43، 4 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس. وفي المركز الثالث كان حضورا رائعا مع شعار بالحطم، هنالك البارق حمد بن سعيد بالحطم العامري، وتوقيتها 7:44 من الثواني. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام نتواصل.